السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم، رجعت لكم تاني من جديد. اليوم ان شاء الله غنتكلموا حول شنو هو السبب الرئيسي اللي خلانا البارح بتنا بلا نعس، وهو توقف يعني فيسبوك انستغرام واتساب وتطبيقات اخرى، يعني وقفات لمده ساعات طويله. الشيء اللي يعني احنا ما قدرناش نتاقلموا معاه، انا براسي مشيت شارجيت في الاول قبل ما نعرف المشكل مناش، شارجيت 20 درهم الكونيكسيون وطفيت وشعلت التليفون حتى عييت، وكاين كاع لي فورمات التليفون، ولكن هو كان اليوتيوب خدام، يعني ما كانش مشكل الكونيكسيون، وكانت يعني تيليغرام تويتر، يعني كانوا بعض التطبيقات الاخرى خدامه، يعني كان فقط يعني في الفيسبوك ويعني لي زابليكاسيون اللي تابعه لي. شنو هو السبب الرئيسي؟ حتى واحد ما عرف لحد الان. نعم، خرجوا تصريحات انه فقط هو واحد البروتوكول يعني هو اللي سبب هذا الخلل، مشكل يعني في السيرفر او النظام. وخرج ايضا انه ممكن يكون واحد الهاكرز صيني، وهو طفل فقط لا يبلغ في العمر 13 عام، هو السبب يعني وراء يعني هذا الهجوم الالكتروني. الشيء انا اللي كنت حطيته فقط في باب يعني في اطار المزحه، وفي نفس الوقت يعني كتساؤل في الصفحه ديال الفيسبوك، وما تقبلوش اغلب يعني المتابعين كانوا كيظنوا انني يعني كنأكد الخبر. لا، انا فقط حطيته كعلامات استفهام، لان كيف قلنا لحد الان واش بالفعل هو فقط خطا في السيرفر في النظام. كنظن يقدر يكون هجوم الكتروني اكثر، لان الموضوع كان طول لمده ساعات، يعني كان السيرفر ولا هذا يقدر ما يطولش، والله اعلم. ثاني المهم اكيد الايام القادمه غادي تبين لنا حقائق اكثر. صافي، هادشي اللي جيت نقول. يلا السلام عليكم.